بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. النهارده انا هنتكلم عن صعوبات التعلم لذوي الاحتياجات الخاصه او قريبه الى التعلم. طبعا كلنا عارفين ان فئه صعوبات التعلم تعتبر من الفئات المهمه واللي كتير من الناس بيخلط ما بينها وبين التحالف العقلي. يعني ممكن يكون طفل عنده صعوبه عاديه وطفل ذو ذكاء متوسط او فوق متوسط، فده ما يعتبرش مثلا متخلف عقلي او عنده اعاقه او اي نوع من ده. لكن هو طفل عنده نوع من الصعوبة، سواء صعوبة في فهم المادة المقدمة أو في قراءتها أو أيا كان، أو في القراءة، لكن محتاج منا اهتمام أكتر، محتاج أساليب تدريسية وتعليمية مناسبة تقدم ليه، محتاج يعني طريقة المدرس اللي بيشرح تكون مناسبة. عشان كده هي أكثر من محاضرة، عدة محاضرات. بس أستأذنكم لو في أي أسئلة تكون في نهاية المحاضرة إن شاء الله. لو هنتكلم عن صعوبات التعلم هنقول إن الفئة دي فئة من، يعني مش عايزة أقول إن هي أهم فئة على الإطلاق في فئات التربية الخاصة، بس هي فعلا فئة تستحق الاهتمام أكتر وتستحق منا إن إحنا ما نحكمش على الطفل حكم يعني نهائي إن الطفل ده طفل معاق. يعني كان الأول بيخلط ما بينه وبينه التخلف العقلي، ولكن العلماء في الفترة الأخيرة قدروا يفصلوا ما بين الصعوبة والتخلف العقلي بأكثر من حاجة وأكثر من مؤشر، طبعا بالمقاييس وباختبارات الذكاء، وبيرجعوا برضو للعوامل الوراثية والعوامل البيئية والاجتماعية والعوامل النفسية وغيرها من العوامل اللي بنقدر نحكم بيها على إن إذا كانت دي صعوبة ولا تخلف عقلي. صعوبات التعلم بنحكم عليها من خلال مقاييس الذكاء، إنه الطفل ذو صعوبة التعلم ذكاء عنده من المتوسط فيما فوق. يعني ما دام الطفل مستوى ذكائه متوسط فيما فوق ده الطفل طبيعي جدا، وما نقدرش نقول إن ده عنده تخلف عقلي. ده الطفل عنده صعوبة في إحدى المواد التعليمية ومحتاج مننا طريقة معينة في الشرح، في التدريس، أسلوب المعلم، البيئة أو الطريقة اللي بيتلقى بيها المادة التعليمية. لو هنقول مثلا تعريف من تعريفات صعوبات التعلم، ممكن نقول إن هم أطفال لديهم ضعف في النمو اللغوي والهجاء والقراءة والمهارات اللازمة للتفاعل الاجتماعي مع الآخرين. وهذه الفئة من الأطفال ليست لديهم أي معوقات حسية كالمكفوفين والصم والمعاقين عقليا. يعني إحنا لما بنيجي نختار صعوبات التعلم بنستبعد منهم ذوي الإعاقات، يعني مش نروح لحد عنده إعاقة بصرية أو صم أو تخلف عقلي ونقول إن ده عنده صعوبة تعلم. بنستبعد منه الإعاقات دي لأن الكفف والصمم ممكن يكونوا سبب في صعوبة في وصول المعلومة، وهو بيختلف طبعا عن بطيء التعلم وعن المتأخر دراسيا، حيث إن نسبة ذكاء هؤلاء الطلاب أو التلاميذ بتكون عادية، وهما دايما بيظهروا بطيء التعلم دايما بيظهر بطء مستمر في التعلم. يعني المعلومة ده غير صعوبة التعلم، دول بيظهروا بطء في وصول المعلومة ليهم مش زي الطفل العادي. فبنلاقي دايما في اولياء امور كتير يشتكوا ان ابنهم ده ايه ده، درجاته مختلفه عن درجات زمايله، ده مش عارف ايه. والاهل بقى يفضلوا في قلق مستمر، طب انا ابني فيه ايه، هو انا ابني كده عنده تخلف عقلي. الطفل لو هنلاقي الطفل بيبدل في الحروف، بيبدل في الارقام، بيقرا الكلام لخبط، عارف شكل الكلمه، عارف شكل الحرف، عارف شكل الرقم، لكن مش عارف يوظفه.
لو هنحط 21 هيكتبها لي 12، هيبدلي في الرقم. لو هنحط مثلا في بالنسبة للكلمات، ممكن يبدل لي في الحروف، ممكن يكتب لي كلمة أب ب قبل الألف. فبيحصل عنده خلط في ترتيب الحروف، ازاي ان هو يربط الجملة ببعضها او يربط الكلمة ببعضها، ازاي ان هو يطلع الناتج قدامه الارقام، ممكن يحسبها صح وفاهم انه مثلا 5 و6 11 او 6 و6 12، بس مش عارف يكتب الاتجاه، مش عارف يكتب اتجاه الرقم. يعني ممكن يكتب 12 بيكتبها 21. فمن هنا بنلاقي عايزين بقى نفرق بين صعوبات التعلم والمفاهيم اللي لها علاقة بيها، زي صعوبة التعلم والتأخر الدراسي وعدم القدرة على التعلم والتخلف الدراسي والتخلف العقلي أو التأخر العقلي وبطيء التعلم. هنيجي عند مصطلح صعوبات التعلم والتأخر الدراسي. التأخر الدراسي عموما بيعني انخفاض نسبة الذكاء والتحصيل عن المتوسط، يعني شفتوا انخفضت نسبة الذكاء والتحصيل عن المتوسط، لكن صعوبة التعلم نسبة الذكاء متوسط فيما فوق. يعني ما نقولش ان النسبة اللي اقل من المتوسط دي تعتبر صعوبة تعلم، لا، انت كده عندك طفل عنده تأخر دراسي، وده بيرجع لحرمان ثقافي واجتماعي او اضطراب انفعالي، وتعدى هذه الاسباب اسباب رئيسية للتأخر الدراسي. وبكده بيكون التأخر تأخر وظيفي. بطيء التعلم بقى بيكون منخفض في جميع المواد بشكل عام مع عدم القدرة على الاستيعاب. عندي بقى صعوبة التعلم مع بطيء التعلم ده، صعوبة التعلم ممكن يكون عنده صعوبة في مادة أو أكثر، لكن مش في كل المواد. لا، أنا عندي طالب عادي عنده ذكاء عادي أو فوق العادي، عندي طالب ممكن يكون متفوق عقليا، ممكن يكون موهوب، ممكن يكون عنده موهبة في أي حاجة، في رسم، في تركيب وربط الأشياء ببعضها. يعني عنده عقلية كويسة تساعده على إن هو يتعلم، بيقدر يستقبل المادة اللي بتتقدم. بس عنده صعوبة بقى، يعني في طالب أنا بقدم المادة، في واحد فاهمني، فاهم أسلوبي، حابب أسلوبي، في حد تاني مش حابب أسلوبي. يعني عشان كده لما نرجع بالذاكرة شوية، لما كنا مثلا طلاب نلاقي على مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي للجامعة، بنلاقي إن ممكن نقول الله، ده الدكتور ده في الجامعة شرحه حلو أوي وإحنا بنفهم منه، يا ده الدكتور اللي كان بيدينا نفس المادة السنة اللي فاتت ده صعب ومنقدرش نفهم منه حاجة وما بنحضرلوش المحاضرة. وهكذا في المدارس، ده المدرس ده بنفهم منه، وكلنا برضه بعد المدرسة ناخد عنده درس عشان احنا بنفهم من اسلوبه، بخلاف مدرس تاني. وفي طالب تاني يقول لك لا، ما بفهمش من المدرس ده، انا بفهم من مدرس تاني. فطريقة ايصال المعلومة نفسها ممكن تؤدي الى صعوبة التعلم. ممكن طالب يكون عنده قصور في مادة معينة، يؤدي الى ان هو يتعقد في كل المواد. انا طالب شاطر في الحساب، وانا مش عارف ايه اللي حاصل لي في القراءة. المدرس بتاع القراءة بقى مش أسلوبه سلس بقى، ويستوعب الموضوع ويستوعب إن ده طالب عنده يعني حالة خاصة، وإن هو ممكن يتعلم وممكن يستوعب، ممكن يستوعب بطريقة أخرى لو المدرس غير أسلوبه في التعامل وفي طريقة إلقاء المادة التعليمية. لا، الطالب عندي، المدرس عندي هنا بيعنف الطالب، ده انت فاشل، ده انت ما تنفعش في حاجة، انت ايه اللي مش عارفة ايه، انت اخواتك اشطر منك. الطالب يبتدي يتعقد. في فيلم تعليمي، هو الفيلم هندي، كان دايما المدرسين يقارنوا الطالب، كان الفيلم ده عن عسر القراءة، كان دايما المدرسين يعرضوا يعني ضايقوا الطالب ان اخوه متفوق اكتر منك. حتى في البيت كان بيتعرض لمضايقات من الاهل، انت مش زي اخوك، انت اخوك اشطر منك، اخوك سبقك في مراحل تعليميه. وهو في عيد السنه اللي اكتشف الموضوع ده،
مدرس تربية فنية، لا أفكار. الأهل طبعا دخلوه مدرسة داخلية، لأن ابنهم بالنسبة لأخوه في مدرسة أخوه طبعا الناس يعني مش عارفة أقولها إزاي، الناس بتقول لهم إيه ده، ابنك ده متخلف عقليا. الأب نفسه قال إن ابنه متخلف عقليا، دخله مدرسة خاصة لتعليم مثل هؤلاء الأطفال. جه عندهم مدرس تربية فنية، هو اللي عارف الطالب ده إن هو ما عندوش صعوبة ولا حاجة، ما عندوش ما مش عنده تخلف عقلي ولا حاجة، ولكن هو عنده صعوبة ومحتاج اللي يوجهه، رغم إن المدرسين كانوا كلهم بيعنفوا الطالب وبيقولوا له أنت مش نافع، أنت غبي. فخلاص الطالب خد فكرة إنه غبي مش نافع في حاجة، لأن دي خلاص. فجاء المدرس لقى الطالب بيراجع في الكشاكيل بتاعة الطالب دي في المواد المختلفة، لقى الطالب بيخلط بين الحروف، بيخلط بين الأرقام، قادر يجمع الكلمة، كاتب الكلمة بس الكلمة مش مجمعة، يعني قادر يكتب بحروف الكلمة بس مش قادر يجمعها، مش قادر يطلعها بالصورة الصحيحة ليها. نفس النظام في الأرقام. فحس إن الطالب ده محتاج فعلا اللي يساعده، اللي ينمي موهبته. الطالب ده كان موهوب جدا في الرسم، كان رسمه جميل، والمدرس ده شجعه على كده وخد جايزة أحسن طالب في الرسم. الكلام ده كله في أحداث فيلم هندي، أنا مش متذكرة اسمه دلوقتي بس هحاول أفتكره. نيجي عندنا التخلف الدراسي، انخفاض، هو ممكن نقول عليه انخفاض مستوى تحصيل التلميذ نتيجة العجز عن سائر زملائه في الدراسة لسبب من أسباب العجز العقلية أو الجسمية أو الاجتماعية أو الانفعالية. يعني الطالب بيكون أقل من زمايله بسبب من الأسباب اللي احنا قلناها. نيجي عندنا للتخلف أو التأخر العقلي، هنا بقى الخلط، هو انخفاض نسبة الذكاء على المستوى العادي ويتمثل في القصور والعجز عن العجز والقصور على النضج والتعلم والتكيف الاجتماعي. والأطفال في هذه الفئة بيحتاجوا لنوع من الرعاية الخاصة لا تقدمها إلا مراكز ومعاهد التربية الفكرية. التخلف ده ناتج عن عدم اكتمال النمو العقلي وانخفاض واضح في الذكاء والأداء العقلي. يعني أنا بشوف الطفل منخفض في الذكاء والمستوى العقلي، بلاقي إن يعني مستوى الذكاء بتاعه مش مناسب مع سنه، مش مناسب لمستوى زمايله، بلاقيه متأخر عنه بمقدار سنة 2 3 حسب ما يطلع مستوى الذكاء، ولكن هو متأخر عقليا عن مستوى زملائه في الفصل. من خلال توضيحنا المفاهيم اللي فاتت دي نقدر نقول إن مصطلح صدى التعلم ده مختلف تماما عن المصطلحات الأخرى، وهما التلاميذ مش قادرين يستفيدوا من الخبرات والأنشطة التعليمية المتاحة في الفصل التي يقدمها المعلمين، ومش قادرين إن هما يوصلوا لمستوى التمكن اللي بيصل ليه زملائهم. وبنستبعد طبعا من دول المعاقين عقليا وجسميا والمصابون بأمراض وعيوب في السمع والنطق والبصر، لأن طبعا عيوب السمع والنطق والبصر بتؤدي إلى صعوبة في التعلم، بتخلي الطالب مش قادر يستوعب المادة التعليمية المقدمة. يعني ممكن طالب يكون نظره ضعيف فترجع فمن هنا ما نقدرش نقول ان هو عنده ان الصعوبة بسبب كده. وبرده مشاكل النطق، ممكن يكون عنده عيوب في النطق، نطق الحروف اللي هو يجي ينطق الحرف فيه تأتأة، مش قادر يربط الأحبال الصوتية، عنده فيها مشاكل مش قادر يربط الكلمة حروف الكلمة ببعضها. نفس النظام عيوب في السمع، مش قادر يسمع الكلمة من المعلم بالطريقة الصحيحة. عندي هنا في حاجة اسمها أبعاد مصطلح صعوبات التعلم. لما نتكلم عن أبعاد صعوبات التعلم هنلاقي في حاجة اسمها التباين بين التحصيل الفعلي المتوقع، التحصيل الفعلي اللي بيحصل، والمتوقع من الطفل حسب مستوى ذكائه.
يعني احنا قلنا ان مستوى الذكاء الطفل ده فوق متوسط، انت جايب لي درجات في المادة دي اقل من كده، يبتدي المدرسين يستغربوا، يبتدي الاهل برضو، انت يا ابني ذكي، انت بتفهم في مواد تانية كتير، انت جايب لي في الرياضة 20 من 20، جايب لي في العربي 5 من 20 ولا 10 من 20، فرق شاسع طبعا بين المادتين. مع انك انت موهوب، مع ان الطالب ذكي، بس برضو هنرجع ونقول ان ممكن يكون الحاجات دي كلها راجعة للبيئة. يعني لما نيجي نحكم على طالب عنده صعوبات تعلم، يعني انا كتير من الامهات بقابلها تسألني تقول لي انا عندي ابني ذكي قوي وبيفهم، والله بيفهم، بس المشكلة في، انا مش عارفة المشكلة فين، بيجيب لي درجات ضعيفة في الشهور، والمدرسين بيقولوا عنده استعداد. بس نرجع نقول بقى ايه، نرجع نقول الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، نعرض الطفل، ممكن نعرض الطفل على طبيب انف واذن وحنجرة، نشوف السمع عنده ازاي، نشوف البصر، نسبة الإبصار عنده، ممكن يكون الطفل عنده مشكلة في الإبصار، فدي مؤدية للإعاقة. إحنا حتى لما نيجي نطبق برامج صعوبات تعلم، ولا نشوف ننمي القدرة التعليمية عند ذوي صعوبات تعلم، بنستبعد منهم الحالات دي كلها. يعني ما تجيش عند طالب نظره ضعيف وخليه يتفقى في البرنامج اللي أنا هطبقه او اللي انا هعالجه، ولا اجي عند طالب برضه السمع عنده ضعيف، لا، برجع لتاريخ الطالب المرضي بقى وبشوف وبسأل، هل انت اتلقيت علاج قبل كده؟ هل حصلت لك اصابات قبل كده؟ ممكن برضه تحصل اصابات للطفل وهو صغير، ممكن اثناء الام وهي حامل تكون تلقت أدوية أدت لتشوه في حاجات اللي هي أجهزة المخ عند الجنين. نفس النظام أثناء الولادة ممكن يكون حصل ضغط على الدماغ بطريقة معينة، بطريقة خاطئة، تسببت في مشاكل في المخ. عندي هنا تاني من أبعاد صعوبات التعلم إن تكون الإعاقة اللي بيعاني منها الطفل ذات طبيعة خاصة وليست نتيجة عن حالة إعاقة عامة كالتخلف العقلي أو الإعاقات الحسية زي ما قلنا، والانفعالات والمشكلات البيئية. المشكلات البيئية زي ممكن يكون في مشاكل في بيئة الطفل نفسها، الطفل مش قادر، يعني عنده البيت موجود في مكان مثلا، يعني شعبي شوية، لكن البيت نفسه أهله معلمينه تعليم راقي أو معودينه على عادات وسلوكيات راقية، فيخرج بره يلاقي زمايله والناس اللي بيتعامل معاهم اللي في مشاكل مش قادر يتأقلم معاهم، والعكس، يعني فاهمين، والعكس. تاني حاجة ممكن يكون في مشاكل في البيت نفسه، طالب بقى طول الحصة أو طول الدرس قاعد عمال يفكر، والده ووالدته اتخانقوا الصبح في البيت، في مشاكل، ما حاسس ان اخوه بيكرهه، حاسس ان في ان هو مضطهد، حاسس ان اهله بيفضلوا اخوه عني. فتلاقي الطفل طول الوقت عمال يفكر في المشكله اللي هو فيها. في عندي تاني الصعوبه اللي بيعاني منها الطفل ممكن تكون سلوكيه كالتفكير او تكوين المفاهيم او القراءه او الكتابه او الرياضيات وما يرتبط بها من مهارات. طريقة تفكير الطفل نفسها بتؤدي لصعوبة استيعابه للمادة التعليمية المقدمة دي بطريقة ما، زي ما قلنا الطفل ممكن يحتاج لرعاية خاصة وطريقة توظيم المعلومات بشكل خاص، وده بيحتاج طبعا مهارة من المعلم اللي يلاقي الطفل. يعني أنا كان في مدرسة أعرفها كانت بتشرح لكل طالب على حدة، وكان الفصل بتاع المدرسة ده فصل متفوق ومتميز عن باقي الفصول في المدرسة. المدرسة فلانة حتى لما بداية، وكانوا ماسكينها سنة أولى ابتدائي، يعني بداية المرحلة، وكان
كل أولياء الأمور بيتصارعوا على مين، على إن ابنهم يكون في فصل المدرسة فلانة. المدرسة دي كان فصلها بدون استثناء، يعني مش عايزة أقول إنه كله مستوى تعليمي واحد، بصرف النظر عن نسبة الذكاء بقى فيهم متوسط عالي، بس تلاقي إن الفصل بتاع المدرسة دي متساوي في الذكاء. المدرسة دي كانت بتفضل ورا الطالب ورا الطفل، تعلمه بالطريقة اللي حاسة إن هو هيستوعبها، وكانت بتاخد كل طفل زي ما بيقولوا على قد عقله. ما كانش فيه طفل بيعدي من تحت إيديها كده، وكان فصلها معروف متميز عن باقي فصول المدرسة. نيجي هنا عند وبرضو أولياء الأمور ليهم دخل كبير في توفير البيئة وتوفير المكان اللي يستوعب منه الطالب. يعني ما جيش في بيت فيه مشاكل ومحتاج مني بقى الأب عمال يتخانق مع الأم طول النهار، وعمال يقول لهم أنا بصرف عليكم وأنا بعمل وأنا وأنا وأنا، ومحتاج إن ابنه يبقى متفوق. لا والله هدي بقى ووفر جو كويس للبيت، الحياة مش فلوس وأكل وشرب وخلاص. لا، في عندك أطفال محتاجين جو هادي، محتاجين حياة اجتماعية أهدى، محتاجين حياة اجتماعية. أنت كده بتعقد طفلك من أولها، طفل عمال بقى يفكر في المشاكل طول الوقت، رايح المدرسة عمال يفكر في المشاكل، شايف صحابه والده موديه المدرسة أو والدته موديه المدرسة وبيعاملوه بطريقة خاصة، وده أهله في البيت بيعاملوه بطريقة وحشة. غير كده ما نقارنش الطفل بأخوه في البيت. لا، احنا ممكن ننمي عند الطفل حب الحاجة بإن احنا نقدم له نماذج مختلفة، ونقول له شايف فلان، شايف، نقدم له كذا نموذج وهو يختار الحاجة اللي هو عايزها. مش نيجي عنده ونقول له لا انت لازم تبقى دكتور، انت لازم تبقى مهندس زي اخوك الكبير، انت لازم تبقى مش عارفة ايه زي عمك او زي ايه زي خالك، احنا العيلة عندنا كلها دكاترة وانت لازم تبقى دكتور، وهو مش حابب كده. حتى لو هو عايز يطلع كده يا جماعة مش هيطلع. هيطلع كده ازاي طيب؟ مفيش حد بيحب الحاجة اللي تعمل بضغط عليه. لازم نسيب لهم الحرية ان احنا ان هم يحددوا اللي هم عايزينه. وبرده بقى ما نجيش بعد كده نقول لا ده هو ما ينفعش، ده هو متخلف، ده هو مش عارفه ايه، ونقارنه بناس تانية، مع انه ممكن يدخل كلية عادية جدا ويتفوق فيها ويبقى احسن من دكتور. ياما في دكاترة كتير فاتحين عيادات، مش فاتحين عيادات ولا حد عارفهم. الدكتور شوف كام دكتور بيتشير من دفعة كاملة، وهكذا المهندسين، وهكذا أي مهنة تانية. يعني مش كل اللي كانوا مع أحمد زويل بقى علماء زيه، لا. فاحنا أهم حاجة الطفل يختار المجال اللي يحبه عشان يتفوق فيه، عشان يبقى حاجة كويسة فيه. بالنسبة لعلاقة صعوبات التعلم، قلنا ضعف مستوى التنقل من المهارات أو المعلومات المحددة كما يكشف عنه سلوك التلميذ في تفاعلاته مع مدرسيه وأقرانه، وبينعكس ده في درجات الاختبارات والتدريبات. يعني بنلاقي الطالب في مستوى درجاته واختباراته أقل من زمايله، وده بيكون من أهم أعراض صعوبات التعلم. عندنا اعتماد الطفل برضو على الآخرين وعدم ثقته بنفسه نتيجة كثرة اعتماده على الآخرين، دي بتؤدي إلى طبعا عدم قدرته على التعلم. يعني الطفل معتمد على باعتماد كلي على أهله إن هم يعملوا له كل حاجة. لا، لازم نعود الطفل إن هو يعتمد على نفسه في لبس ملابسه، في عمل واجباته، في إن هو ياكل. مش كل حاجة بقى نعملها إحنا للطفل، لا. فاعتماد الطفل على الآخرين ده بيؤدي إلى برضه بطء استيعابه، وده بينتج عنه صعوبات تعلم، وبيخلي عندنا في طفل متكاسل، معتمد إن في ناس هتعمله، في ناس هتلبسه، في ناس هتأكله، في ناس هتعمل له كل حاجة. فده بيؤدي إلى عدم اهتمامه بقى بأي حاجة. تاني حاجة عندنا البطء في اكتساب المعلومة، ده من أعراض صعوبات التعلم. إن ممكن نحكم على الطفل إن هو عنده صعوبة تعلم، بنلاقي مستوى أو السرعة بتاعة اكتساب المعلومة أقل من زمايله. يعني نلاقي الطالب بيفهم بسرعة، ونلاقي الطالب تاني اللي هو عنده صعوبة تعلم عايز تكرار كل شوية، عايز كل شوية المدرس يشرح المادة اللي شرحها، يشرح الدرس كل شوية.
الطالب مش قادر يستوعب، عنده بطء في اكتساب المعلومة. في حد عايز بيسأل على أسئلة؟ بالنسبة للأسئلة مش ممكن تكتب السؤال وأرد عليك في آخر المحاضرة، مفيش مشكلة، مش هننسى ولا حاجة. عندي بعد كده وصلنا للبطء في اكتساب المعلومة اللي قلنا عليه من أعراض أو من أهم الحاجات اللي ممكن نلاحظها ونحكم على الطفل إن هو عنده صعوبة تعلم. بنلاقي الطفل طبعا مفيش تركيز، عنده ما بيستوعبش المعلومة بسرعة، عنده اضطراب في سير التعلم وعدم سلاسة ويسر في عملية التعليم. بنلاقي الطالب عنده اضطراب في سير التعليم، يعني ما بي مش التعليم مش سلس، مش ماشي على، يعني ما بيستوعبش كل حاجة بسرعة ولا كل حاجة بمستوى واحد، يعني ما بيستوعبش القراءة زي الحساب زي قدرته على الكتابة. لا، في مشكلة عنده في أحد المهارات الأساسية للتعلم، مما تؤدي إلى عدم ممكن نقول الأعراض المصاحبة لصعوبة التعلم. من أهم الأعراض المصاحبة لصعوبة التعلم قلة الاهتمام بالمدرسة. بنلاقي الطفل طبعا مش مهتم ان هو يروح المدرسه بقى زي باقي زمايله، بيتضايق قوي ان الدراسه جت وانه بكره رايح المدرسه ومش عايز يروح، وتلاقيه بيغيب كتير، تلاقي فيه عنده تشتت في الانتباه وضعف في الذاكره، اضطراب لما حد يجي يكلمه مضطرب مش قادر يرد، متلخبط متلتلج. بنلاقي بيعمل مشاكل كتير في المدرسه، بنلاقي فيه سلوك عدواني كتير، بنلاقي فيه انسحاب اجتماعي من المواقف خصوصا المواقف التعليمية. بنلاقي ما فيش ثقة في النفس بقى، الطفل عنده مشاكل في موضوع الثقة بالنفس ده، طبعا مش شاطر وحاسس بخجل قدام زمايله انه اقل منهم، وحاسس ان هو دايما اقل من زمايله. عدم بنلاقي برضو نتيجة لكل الحاجات دي كلها عدم زمايله مش قادرين معاهم، بنلاقي في مشاكل. بنلاقي الطفل بقى انطوى على نفسه، مش عايز يتعلم، مش عايز يلعب مع زمايله، مش عايز يشارك في اي حاجه في الفصل، المدرس اداهم فقره او جزء من الحصه للتمرينات او الاجابه على الاسئله او اي حاجه. بنلاقي الطالب ساكت ما بيشاركش، عدم مشاركته في العمليه التعليميه اللي بتتم داخل الفصل. بعد كده عندنا في حاجة اسمها محطات التعرف على صعوبات التعلم. بنلاقي في عندنا حاجة اسمها محط التباعد، ومحط التربية الخاصة، محط الاستبعاد، محط المشكلات المرتبطة بالنطق، وحاجة اسمها محط تلف بسيط في النطق. نيجي لأول محطة عندنا اللي هو محط التباعد. عندنا محط التباعد المقصود بيه تباعد المستوى التحصيلي للطالب في المادة عن مستوى المتوقع منه حسب حالته، وله مظهران: تفاوت بين القدرات العقلية للطالب والمستوى التحصيلي، وتفاوت مظاهر النمو التحصيلي للطالب في المقررات أو المواد الدراسية. يعني عندنا بنلاقي الطالب في فجوة بين المستوى التحصيلي المتوقع منه في مادة وبين المستوى الفعلي اللي بيجيبه، بنلاقي فيه تفاوت في قدرات العقلية للطالب. طبعا المفروض ان عنده مستوى ذكاء متوسط يعني هيجيب، او مستوى ذكاء في متوسط يعني متوقع منه مستوى تحصيل 60 درجة مثلا، نلاقيه جايب 40 30. طب ليه؟ المشكلة فين؟ ندور بقى نشوف الحاجات اللي قلنا عليها الأول، نشوف عنده مشكلة في السمع في البصر، مشكلة في الكلام، مشاكل اجتماعية. برضو المشاكل الوراثية لها عامل كبير في الموضوع ده وهنتكلم عنها بعد كده.
وزي ما قلنا قبل كده ممكن يكون الطالب متفوق في مادة ولكن يعاني في صعوبة من مادة في مادة أخرى من المواد، زي ممكن يكون متفوق في الرياضة ويكون عنده صعوبة في العلوم أو الدراسات وغيرها. وقد يكون التفاوت في التحصيل بين أجزاء مقرر دراسي واحد، ففي اللغة العربية مثلا يكون بيتكلم كويس قادر يعبر لكن في صعوبة في استيعاب الدرس، يعني عندنا هنا صعوبة في الفهم مثلا أو حفظ النصوص الأدبية أو استيعاب النحو. النحو ده كانت مشكلتنا كلنا وما زالت يعني. هنيجي بعد كده عندنا محك الاستبعاد، وده بنقول بنستبعد لما نيجي نشخص صعوبات التعلم ونحدد الفئة اللي بنتعامل معاها، بنستبعد مع منهم تخلف عقلي وأعاقات حسية مخوفين، ضعف بصر، صم، ضعف سمع، اضطرابات انفعالية مثل الاندفاعية، نشاط زائد، حالات نقص فرص التعلم، والحرمان الثقافي. الحاجات دي كلها اتكلمنا عليها في الشرح قبل كده. محك التربية الخاصة بقى اللي عايزين نشرحه هو يرتبط المحك ده بالمحك محك الاستبعاد، والنتيجة اللي عايزين نقولها منه إن صعوبات التعلم دي لا تصلح لهم طرق التدريس المتبعة مع التلاميذ العاديين، يعني بالإضافة لعدم صلاحية الطرق المتبعة مع المعاقين. يعني مش هنيجي برضو نتبع معاهم طرق متبعة مع المعاقين سمعيا وعقليا وبصريا، لا دول يعتبروا فئات تلاميذ عاديين بس محتاجين تعامل خاص، محتاجين طرق تدريس معينة، محتاجين توضيح أكتر، محتاجين إن إحنا نمسك الحتة اللي فيها الصعوبة دي ونصلحها. يعني عندهم مشكلة بسيطة كده، يعني مش عندهم إعاقة ولا حاجة. يعني كان زمان الطفل اللي عنده مشكلة في التعلم بنقول عليه تخلف عقل، ولو بصينا حوالينا هنبص نلاقي في ناس كتير نعرفها، ناس بتفهم قوي. طب انت لو كنت كملت تعليمك كان زمانك بقيت حاجة كبيرة. لكن افتقار البيئة الأسرية لاستيعاب مثل هؤلاء الفئات هو اللي عمل منهم كده. راح المدرسة لقى زمايله حتى لو في حد أشطر منه، هو مش مطالب منه إن هو يكون بنفس القدرات العقلية. على فكرة في مشاكل كتير بتحصل في صعوبات التعلم، زي إن هو أثناء الحصة عنده مشكلة مش قادر يجيب يستوعب المعلومة، المدرس فعلا مش قادر يشرح له المعلومة، لكن الطالب لما بيقعد مع نفسه بقى ويذاكر ويراجع المادة دي بيقدر يفهمها، وبيجيب مع في امتحانات الشهر حاجات كويسة. ممكن تلاقي طالب بيجيب في امتحانات الشهر درجات كويسة أوي، بس يجي المدرس يسأله، المدرس يحتار، هو الطالب ده بيغش في الامتحان ولا ايه؟ الطالب مش بيغش في الامتحان ولا حاجة، الطالب بيحفظ المادة التعليمية أو بيفهمها قبل الدرس بفترة بسيطة، ويدخل قبل الامتحان بفترة بسيطة سوري، ويدخل الامتحان يجاوب تمام زي الفل، يجيب 20 من 20 في المادة، أقفلها خلاص. يجي المدرس بقى يسأله في الحصة وهو بيديله درجات، إيه ده أنت جايب 20 من 20 إزاي؟ ده أنت ما بتفهمش أصلا. فيعقد الطالب أكتر. بس يا ابني الطالب قدرته كده، هو مش قادر يفهم المدرس. وكمان عنده موضوع النسيان ده، وقلنا له علاقة أكتر بالبيئة الاجتماعية والأسرية. هيجي الطالب نفسه ممكن يكون مستغرب نفسه، طب أنا جبت كمان مجاوب على في الامتحان، طب ما هو بيتقال من المدرس دلوقتي، المدرس ممكن هو بيديله امتحان الشهر كده وجاي فيه 20 من 20، طب تعالى اطلع لي على السبورة حل لي المسألة دي، انت جبت ازاي؟ انت اكيد غشيت. يجي الطالب مش عارف يحلها، يفتكر الخطوات مش قادر يفتكر. يبقى فيها هنا عندي مشكلة في التركيز والانتباه عند الطالب، ودي بنسميها مشكلات نمائية، هنتكلم عليها مرات قادمة ان شاء الله. عندي هنا
لما نيجي من محك التربية الخاصة اللي احنا قلنا ان هو بيرتبط بمحك الاستيعاب اكتر، وان هو ما ينفعش ان احنا نتبع نفس طرق التدريس المتبعة مع الطلاب العاديين، وكذلك الطرق المتبعة مع المعاقين ما ينفعش نتبعها مع استعداد التعلم، لان دي فئة ناس ذكاء عادي او فوق العائد المتوسط، يعني ذكائهم كويس، ناس عاديين، بس لازم نوفر لهم أشكال من أو ألوان من التربية الخاصة من حيث التشخيص والتصنيف والتعليم يختلف عن الفئات السابقة دي اللي هي التخلف العقلي، وعن برضو أقرانهم اللي في نفس مستوى ذكائهم التحصيلي. عندنا محك المشكلات المرتبطة بالنطق، بنلاقي إن معدلات النمو بتختلف من طفل لطفل تاني، وده بيؤدي لصعوبة تهيئته لعمليات التعلم كما هو. أعتقد الصوت وقف، أشرح من أول تاني. هنيجي محك المشكلات المرتبطة بالنطق. محك المشكلات المرتبطة بالنطق، بنلاقي إن معدلات النمو بتختلف من طفل لآخر، وده بيؤدي لصعوبة تهيئته لعمليات التعلم فيما يعرف، فيما هو بقى معروف إن الأطفال الذكور يتقدم نموهم بمعدل أبطأ من الإناث، مما يجعلهم في حوالي الخامسة أو السادسة غير مستعدين أو مهيئين من الناحية الإدراكية للتعلم التمييز بين الحروف الهجائية قراءة وكتابة، مما يعوق تعلمهم اللغة، ومن ثم يتعين تقديم برامج تربوية تصحح قصور النمو الذي يعوق عمليات التعلم، سواء كان هذا القصور يرجع لعوامل وراثية أو تكوينية أو بيئية، ومن ثم يعكس المحك الفروق الفردية في القدرة على التحصيل. يعني هنا بنقول إن الذكور بيختلف نموهم عن يتقدم نموهم بمعدل أبطأ عن الإناث، يعني بنلاقيهم أبطأ في النمو عن الإناث، بنلاقي إن الإناث بتنمو بصفة بصورة أسرع من الذكور، وده بيخلي إن الذكور غير مستعدين وغير مهيئين من الناحية الإدراكية لتعلم التمييز بين الحروف الهجائية، وسواء كانت قراءة أو كتابة. وممكن يرجع الكسور ده زي ما قلنا قبل كده برضو لعوامل وراثية أو تكوينية أو بيئية، وده اللي بنقول عليه فيما يسمى الفروق الفردية في القدرة على التحصيل. يعني أنا مش قادر، مش كل طالب بيقدر يستوعب المادة زي الآخر، في فروق فردية لازم نراعيها عند التعامل مع هؤلاء الأطفال. بين العاديين برضو صعوبات التعلم، مش صعوبات في مرحلة أولية من التعليم، يعني مش هنلاقي في صعوبات في المرحلة الابتدائية بس، لأ، في صعوبات في المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية وفيما بعد الجامعية كمان، يعني بنلاقي ناس عندهم 40 سنة عندهم صعوبة تعلم، يعني ده ما نستبعدوش، وفي دراسات اتعملت على ناس عندهم خلصوا المرحلة الجامعية وعدوا السن اللي هو ممكن يكون فيه تعليم، واتعمل عليهم دراسات ولقوهم لما بيجي تقدم لهم مادة تعليمية مثلا زي المديرين أو زي اللي بيشتغل في أي مؤسسة حكومية، بنلاقي لو تقدم لهم مادة تدريبية بنلاقي استيعابهم مختلف، يعني بنلاقي في ناس بتستوعب بطريقة أسرع من ناس تانية. نيجي عندنا لمحك تلف المخ، ممكن نتعرف على صعوبات التعلم من خلال التلف اللي في المخ، اللي بيمكن فحصه من خلال حاجة اسمها رسام المخ الكهربائي، وبينعكس الاضطراب البسيط ده في وظائف المخ. في الاضطرابات الإدراكية البصري والسمعي والمكاني والنشاط الزائد، والاضطرابات العقلية وصعوبة الأداء الوظيفي. واللي ممكن نقوله في الموضوع ده إن الاضطرابات في وظائف المخ ينعكس سلبيا على العمليات العقلية، مما يكتسب الخبرات التربوية وتطبيقاتها والاستفادة منها. وممكن تلف المخ ده يكون ناتج زي ما قلنا عن حاجات لها علاقة بالناحية أكثر بالناحية
يعني الأم تعاطت أدوية مش كان المفروض إن هي تاخدها، تعرضت لحاجة اسمها الحمى الألمانية، الحقبة الألمانية أو حمى أو الأمراض الأخرى اللي ممكن تحدث للأم الحامل، وده أثر على المخ أو مناطق التركيز في المخ عند الجنين، أو حصل مشاكل أثناء الولادة. طبيب اللي بيقوم بهذه العملية ضغط على الدماغ عند الطفل أثناء الولادة، فده تسبب في مشاكل في المخ أدت بعد كده لصعوبة. حتى بنلاقي في البداية في ناس عندهم بطء في إن هما بطء في الكلام، نلاقي ناس تأخرت في الكلام عن زملائهم. يعني نلاقي واحدة عندها طفل وأختها عندها طفل في نفس التوقيت اللي جه فيه الطفلين، فنلاقي حد مشي قبل حد، حد اتكلم قبل حد. فده بنرجعه لأسباب وراثية أو أسباب زي ما قلنا تعرضت بيها الأم أثناء الحمل. في ملاحظات ممكن ناخدها اللي هي إن هناك خطأ من اعتبار كل طفل ينخفض التحصيل له صاحب صعوبة، ده خطأ. مصطلح صعوبات التعلم بيختلف عن مفهوم التأخر الدراسي وعن بطء التعلم، والسمة اللي بنلاقيها غالبا على الأطفال اللي بيعانوا من صعوبات التعلم دول بتكون مشكلة دراسية متمثلة في انخفاض تحصيل في مادة أو أخرى أو أكثر، بذلك يتشابه المظهر الخارجي للظاهرتين، فالذي يوضح الفرق هو القدرة العقلية العامة. زي ما قلنا أهم حاجة في البداية نحسب نشوف نقيس مستوى الذكاء، ما نحكمش على الطفل إن هو عنده تخلف عقلي أو قصور عقلي غير لما نقيس الذكاء فعلا. مش يمكن عندنا طفل عنده ذكاء، مش يمكن عندنا أينشتاين في المستقبل. في كثير من العلماء تعرضوا لمشاكل أثناء التعليم وبرغم كده تخطوا هذه المشاكل. زي ما قلنا الطفل اللي عنده صعوبة تعلم بيتمتع بقدرة عقلية ممكن نحطها ضمن المتوسط أو الأعلى، بينما التأخر الدراسي يتميز بقصور نسبة الذكاء، فيقع الطفل في مرحلة الحدية، يعني اللي هو مستوى ذكائه أقل من المتوسط. ساعات ما بنلاقيش مستوى ذكاء الحقيقة، فبيرجع نرجع نقول ده تخلف عقلي. هنتكلم دلوقتي عن تشخيص صعوبات التعلم. نيجي لتشخيص صعوبات التعلم، بيقصد بالتشخيص اللي هو اكتشاف مظهر أو شكوى أو تحديد أحد جوانب نمو الفرد أو سلوكياته، والهدف من التشخيص هو الكشف عن نواحي عجز وقصور يظهر أو يظهر نواحي إيجابية لتقديم العلاج والتنمية. ويعتبر التشخيص أولى عمليات التدخل في التربية الخاصة، ويشمل الطفل وبيئته، ويحدد التشخيص نوعية الخدمات والبرامج التي تقدم للطفل، كما أنه يرسم الخطط العلاجية بطريقة تتناسب مع احتياجات الطفل. يعني عندنا التشخيص ده من أهم المراحل اللي بنلجأ ليها أو بنعتمد عليها في مجال صعوبات التعلم في الكشف عن هؤلاء الأطفال. لأن التشخيص ده بيكشف لنا حاجات كتير، جوانب نمو الفرد، سلوكياته، وإيه نواحي العجز والقصور، إيه المواد اللي عنده قصور فيها ومحتاجة إن هي تنمى، هل عنده مشاكل في القراءة، في مادة القراءة مثلا، هل هي فهم قرائي، هل صعوبة في إن هو يقرأ المادة، هل صعوبة في الكتابة. يعني الصعوبات ممكن زي ما قلنا قبل كده ممكن تكون صعوبة في مادة واحدة، ممكن تكون صعوبة برضو في الحساب، مش شرط في اللي هو حساب الأرقام بس، ممكن تكون صعوبة في التعرف على الأشكال الهندسية، ممكن تكون صعوبة في التعرف على الأرقام في خلط بين رقم 6
وتسعة سبعة وثمانية، زي ما قلنا قبل كده ممكن الواحد والاثنين 21 يقراها 12 أو العكس، أو يكتبها 12 أو العكس اللي هي يكتبها 21. بعد كده هنتكلم عن الجوانب اللي بتقوم عليها عملية التشخيص. عندنا جانبين هامين: الحالات المراد تشخيصها ويفصل بها فئات ذو الاحتياجات الخاصة. وعندنا حاجة تانية: الأخصائي القائم بالتشخيص، وده بيشمل طبيب، أخصائي اجتماعي وسيكومتري، كلينيكي، آباء، معلمين، أقران، أخصائي تأهيل وتخاطب ونشاط حركي وتدريب وتعليم تربوي. وبعد كده لازم يكون عندنا معرفة بذكاء الطفل وقابليته للتعلم وتاريخ الإصابة والأسباب. يعني قبل ما نبدأ مع الطفل لازم يكون عندنا المعلومات الكافية للطفل اللي احنا هنقيم عليها العلاج، لأن التشخيص ده أهم خطوة قبل العلاج. هشخص بعد كده هعالج، مش هعالج بعد ما أشخص. يعني حتى في الأمراض العادية بروح للدكتور شخصني بعدين يديني العلاج. فأنا أشوف المشكلة فين عند الطفل، أي أماكن أو نواحي الكسور الموجودة عند الطفل. استبعدنا المشاكل الاجتماعية والبيئية والوراثية والإعاقات، نيجي بقى نشوف ده، نشوف الطفل ده محتاج إيه، عنده مشكلة فين، عند المواد التانية كويسة وتمام بيجيب فيها بيقفلها أو بيجيب فيها درجات قريبة من ذكائه، تمام كده. عنده مادة تانية هي اللي فيها الكسور أو كسور داخل مادة معينة في أحد أفرع المادة، هنا بقى بنحدد نمسك منين الخيط، نبدأ منين نغير طريقة التدريس، نبدأ يتعاون الطبيب مع المدرس مع الأخصائي مع المعلم مع المنزل مع الأب والأم. شوف الأب والأم يساعدوا المعلم، نشوف الطبيب بقى شخص مفيش أي إصابات، مفيش أي مشاكل عضوية، خلاص كده تمام عندنا الكسور في ناحية معينة. في حاجة عندنا اسمها في اتجاه حديث في التشخيص اسمه طريقة التفكير بصوت مسموع، وده بتقوم الطريقة ديت على الاستراتيجية اللي بيستخدمها الطفل اللي عنده صعوبة التعلم في مجال التعلم. وبيقوم الأخصائي بناء على برنامج علاجي في ضوء طريقة التفكير دي، ولكن لا يستطيع الطفل، قد لا يستطيع الطفل التعبير عن ذلك. كنت بتكلم عن تعلم عملية الطرح والعمليات الخاصة بالعقل. لما بنيجي نعلم الطفل ونقول له عندنا عملية زي اللي قدامنا دي، 52 ناقص 52 ناقص 36 هنطرحها ازاي؟ ممكن الطفل يروح طارح 6 ناقص 2 من تحت لفوق عشان يطلع الناتج. ممكن يكون يقف قدام المسألة محتار هيطلع الناتج المسألة دي ازاي. الطريقة الموضحة بتبين ازاي نعلم الطفل يفرق بين الأرقام وطريقة. خلاص هو كده، خلاص احنا المرة الجاية ناخد خطوات التشخيص العلاجي بالتفصيل ونكمل بقى. احنا عندنا المرة الجاية 4 خطوات في التشخيص العلاجي. كفاية كده النهاردة، انت تعبت وانا تعبت. نبدأ الأسئلة، هنكمل الخطوة بس بتاع التعلم عملية الطرح وعملياتها الذهنية. أكيد كلنا عارفين نطرح المسألة دي ماشي، بس الطريقة بقى اللي بنخلي الطالب
أو الطفل يطرح المسألة دي بيها يوقف على المعلم، مش يجيب 52 ويقول له ترحمني من 36، يعد بقى الألفاظ ويكتب الناتج. بس الطريقة نفسها إن إحنا بنعلم الطفل إن 2 من 6 مش هينفع، نستلف من 5، يبقى هناخد واحد منها يبقى نحطه جنب الاتنين كده يبقى 12. هذا عملية الطرح العادية اللي كلنا عارفينها. مش هطول عليكم عشان في ناس عايزة تفتح فقرة الأسئلة. أنا بالنسبة للسؤال بتاع الأستاذة أو الأستاذ أحب الله، بس لو سمحت واحدة واحدة. بالنسبة للأستاذة أستاذة هيلدا الحج بتقول في أكتر من طريقة لتعليم الطرح فعلا. فأنا بتكلم على إن أنا ببسط الموضوع للطفل اللي قدامي بحيث إن هو يقدر يستوعب المادة أو يستوعب إزاي يطرح. يعني مش هنتكلم في إن في عدة طرق لتعليم الطرح لأن هو في موجود فعلا. بالنسبة للأستاذة أحب الله أو الأستاذ أحب الله بتقول أنا بنتي حكيت لها قصة بتحفظها من مرة، إذا حكيت لها قصة بتحفظها من مرة واحدة، في حين إن بقالي شهور بحفظها سورة الإخلاص مش عارفة تحفظها. والله هو ده نوع من فعلا المشكلات اللي ممكن تقابلنا. زي مثلا يعني في حاجة اسمها التعليم ببرامج تعليمية قايمة على القصص. أنا بحكي للطالب قصة عشان أفهمه، يعني ممكن أحكي له قصة سيدنا عيسى، ممكن أحكي له قصة سيدنا موسى يستفيد منها، أحببه في أسلوب معين، أو أبين له إزاي إن ربنا ممكن يدي الإنسان، أو أي قصة تعليمية. يعني أنا لو عايزة أفهم بنتي أسلوب معين ممكن أحطه. كنت بتكلم على إن فعلا الأسلوب ده من أنجح الأساليب اللي ممكن تستخدم مع الأطفال. أسلوب إن أنا أحكي قصة، الطفل عموما في السن ده بيحب أوي إن إحنا نحكي له قصة، وبيحفظها وممكن يكررها ويعيدها بداية المرة مليون مرة. ممكن يجي ضيوف يبص تلاقيها بتحكي من نفسها القصة، مستوعباها جدا، والناس تقول ما شاء الله مستوعباها. بس أنا عايزة أقول لك على حاجة اكتشفناها مؤخرا، إن الطفل قبل 6 سنوات ما ينفعش تعلمه. في ناس كتير ممكن تهاجمني في الموضوع ده، بس في نظرية حديثة بتقول إن ما ينفعش إن أنا أعلم الطفل قبل 6 سنوات. بيكون مخه لسه ما عبقش، أمره والعقل لسه ما عبقش على ابني عشان أعلمه. مش لازم ابني يحفظ هو عنده 4 سنين من سورة الإخلاص أو أي سورة. المشكلة في إن أنا أبسط لها المادة التعليمية. الأول خليكي ماشية معاها بموضوع القصص، وحاولي تحفظيها وتقولي لها قصص من القرآن، وتقولي لها حكايات من القرآن، مش لازم قصص أطفال، عشان تحب السيرة. السيرة النبوية أو سيرة الأنبياء عموما، وتحببيها هي من نفسها تحفظ. تجيب لها حاجات تخليها تحب المادة، تخليها تحب إن هي تحفظ من نفسها. سابق تديها حاجات تحفيزية، تكافئيها، تجيب لها حاجة لو حفظت تديها نماذج حفظت القرآن، شغلي لها أي قناة قرآنية عليها حاجات زي كده، عليها أطفال حافظين قرآن وبيحفظوا القرآن. في عندي قنوات كتير للأطفال عليها برامج، عليها فقرات مختلفة الأطفال بتقوم بتقديمها.
أستاذة أحب الله، في سؤال تاني عايز تسأليه ولا حاجة؟ حضرتك أنت اللي أنا عايزة أوصله، أنت حابة تتعاملي معاها ما دام هي بتحب الحكايات والقصص، حاولي تعلميها عن طريق كده. اقري قدامها، خلي قدامها مثلا صورة أطفال، يعني شغالين قناة اقرأ، قنوات اللي هي عليها أطفال باستمرار، وتخليها تتعلم منهم، يكونوا ليها نماذج. ده اللي أنا بقوله، إن ممكن الطفل ينتقي منا القصص نماذج، زي ما بنقول لو إحنا عايزين نعلم الطفل أسلوب، الأسلوب الصح بنحطه قدامه الأسلوبين الصح والغلط، ودايما بيكون في مكافأة للأسلوب الخير أو العمل الخير في الآخر، مقارنة بالعمل الخطأ يكون فيه عقاب. يعني احنا بنستخدم الاسلوبين مع بعض، التعزيز والعقاب. تعزيز يعني مكافأة للطفل إذا أصاب، عقاب إذا أخطأ. بتحطي قدامها نموذجين اتنين، عندك فيه قصص كتير، وأكيد بنتك بتحب تتفرج على قصص الأطفال والقصص التعليمية، وياريت تستفيدي من التلفزيون دلوقتي ما خلاش حاجة. العفو. أستاذة أحب الله، الصعوبة في ترتيب الكلمات هي اللي مش عارفة معناها. الصعوبة اللي في ترتيب الكلمات، ترتيب الكلمة، يعني هي البنت أو الطفل عموما عارف الكلمة معناها إيه. الصعوبة في ترتيب الكلمة، أنا مش عارفة الحروف، عارفة الحروف بس مش قادرة أرتب حروف الكلمة. اقرأ، عارفة حروف كلمة اقرأ، عارفة القاف، عارفة الألف، عارفة الراء، بس مش عارفة أرتب الحروف، مش عارفة أكتبها صحيح إزاي، بتلخبط. ممكن أكتبها أبدل بين حرف الراء والقاف، أو ما أكتبش حرف الألف في الأول وأكتبه في الآخر وخلاص، أو أبدل بين حرف في الآخر وحرف في الأول أو في النص، أي حروف من حروف الكلمة. الأستاذ أحمد كان سألني سؤال، معلش هرجع بالأسئلة. إزاي الواحد يتغلب على ضغط الناس عليه في الدراسة، وإزاي نقدر نحدد نسبة الذكاء وأساليبها؟ الأول، ضغط الناس عليه في الدراسة، لو هو الطالب، ضغط الأهل عليك بيكون إمتى؟ وأنت طفل، وانت طفل ده طبيعي، والطالب طفل طبيعي ان هو في ضغط اهل عليه، وحتى لما بيكبر. بس لو الشخص اللي فيه ضغط عليه عنده عزيمة وعنده هدف معين، بيحاول هو بنفسه يبين لهم ان هو فعلا جاد في الدراسة، وان هو عنده هدف معين عايز يحققه، وان هو ما يعني عنده هدف في حياته. اثبت كده، مش عمال تجيب لي درجات وحشه ومحتاج ان انا اهلك ما يضغطوش عليك. اهلك بيضغطوا عليك بدافع ايه؟ ما هو بدافع الحب، بدافع ان هم عايزين يكون عندهم ابن نافع، ابن كويس. بالنسبه عشان باقي الاسئله، الفرق في ايه بين الضغط على الطفل في الدراسه والضغط للحافز، هي دي مشكلة بتقابل ناس كتير، ان الطفل ان هو الطفل مش عارف، ماشي اوكي، هو الطفل مش عارف ان هو انه ده ضغط. ده لو انا بضغط على طفل، الطفل مش عارف انه ده حافز للمذاكرة. ممكن الاب والام يتفهموا كده، ويكون عندهم نضج اكتر في ان هما ازاي يوجهوا طفلهم، وازاي يوفروا ليهم الوسائل التعليميه او الطرق التعليميه اللي بتساعدهم على الحافز. وزي ما قلت من شويه، ان القصص هي من اكتر الوسائل، وانا عن نفسي انا بحب اسلوب القصص في التعليم، ان انت تحكي الموضوع للطالب بقصه. يعني لو نفتكر فيلم أحمد حلمي، مش بفتكر أسماء أفلام، بس هو فيلم كان فيه معاه طفلة وكان بيغني لها شرح الدرس، أو ده أسلوب محبب، بعكس الأسلوب اللي كان بيتعامل معاه
معاها دي المدرس التاني. مطب صناعي. فده اسلوب من الاساليب اللي ممكن اللي حبيتها الطفلة في التعلم. يعني احس ان انا بتعلم بحب مش بضغط، يعني لو هنقارن بين الاسلوبين. بالنسبة لنسب الذكاء بقى عشان الوقت، في تصنيفات كتيرة صنفت الذكاء. ممكن نقول في تصنيف صنف من 40 ل 54، ده ان هو متخلف عقلي وبيعد من فئات التخلف العقلي الشديد. وفي تصنيف صنف من 55 ل 69، ده متخلف عقلي. وفي تصنيف من 70 ل 84، اقل من المتوسط. اما 85 ل 114، ده متوسط. وفي في نسبة ذكاء من 115 مثلا ل 129، ده أعلى من المتوسط. ومن 130 ل 144 دول موهوبين. وفي 154 ل 159 ده عبقري. و 169 ل 175 ده عبقري فوق العادة. في مقاييس ذكاء تانية صنفت درجة الذكاء من 58 ل 68، ده أقل من الذكاء العادي. في الذكاء في حدوده الأولى كان من 68 ل 80 درجة، ومن 80 ل 115 في درجة ذكاء نقدر نقول عليها جيدة. يعني احنا ممكن نقول على اللي بيزيد عن 85 درجة ده يعني مش متخلف عقليا، ده طفل أو شخص عادي جدا، نسبة ذكائه عادية، يقدر يتعلم بسهولة، يقدر يقدم له المادة العلمية بطرق مختلفة، ويقدر يستوعب الدروس، ونقدر نشوف الأساليب التعليمية اللي تتناسب مع عمره العقلي ومستوى ذكائه. عندنا في سؤال تاني، في مقاييس ذكاء بتتعمل حسب درجة الذكاء اللي بيخرج عليه، اللي بيخرج كل مستوى ذكاء، كل مقياس ذكاء. تمام، 83 ده أعتقد إنه نسبة أقل من المتوسط، لأن معظم المقاييس قالت إن 85 هو مستوى ذكاء متوسط. ممكن يكون المقياس اللي اتصنف عليه ابنك مقياس مختلف، هي دي نسب ذكائه. طب المقياس اللي حضرتك عملته على ابنك اسمه مقياس ايه؟ فالمفروض اصلا مستوى متوسط الذكاء يكون 100، اعلى نسبة ذكاء 140، واقل نسبة ذكاء اقل من 25 ده نقدر نقول عليه معتوه، 45 ده يعني قبله. في عندنا نسبة ذكاء أقل من 70 ده ضعيف العقل، و70 ده غبي جدا، 80 غبي، 90 أقل من المتوسط. متوسط بقى بنقدر نقول عليه إن هو 100 درجة، وبعدين فوق متوسط 110. والتصنيف ده أكتر التصنيفات اللي ماشية اللي معمول بيها. الذكي بقى نسبة ذكاء 120، ذكي جدا 130، ممتاز 140. 140 فيما فوق ده بقى نقدر نقول عليه عبقري، ودي نسب الذكاء اللي بنقدر نقيس عليها الذكاء لأي طفل أو لأي شخص عموما. فحضرتك أنا مش عارفة حضرتك قست نسبة ذكاء ابنك على مقياس إيه عشان أقدر أقولك، لأن في مقاييس ذكاء قللت النسبة دي شوية باستخدام أسئلة مختلفة في مقياس الذكاء، لأن مفيش مقياس ذكاء واحد، ده في كتير من مقاييس الذكاء. في مقاييس اسمها الذكاء برضو بس مسمينها مقاييس أسماء مختلفة بقى كده، مقياس قدرات عقلية كده يعني، مقاييس الذكاء اللي اتعملت كتير. في مقياس ذكاء ممكن تطبقه على ابنك اسمه مقياس الذكاء قدرات عقلية لفراد الفتاح، وفي مقياس ستانفورد جنيه، وفي ويلكسر للذكاء، ويكسلر مقياس ذكاء اكسلر.
ده ايه اللي بياخد من حضرتك وقت ومجهود؟ ممكن حضرتك تعملها اونلاين؟ انا ما عنديش مقاييس ممكن تعملها اونلاين، بس بتختلف المقاييس عن من فئة لأخرى. حضرتك ممكن تدخل على اي موقع على النت، ممكن تلاقي فيه مقاييس ذكاء او اسئلة بتقيس نسبة الذكاء. انا عندي مقياس ذكاء للاطفال بس من عمر 9 سنوات من عمر العمر الاطفال عمر 9 سنوات ل 12 سنة او 11 سنة تقريبا. لكن مقياس الذكاء اللي متعامل بيه حاليا هو مقياس ذكاء ستانفورد بنيت، واتعمل منه صور كتير. اخر صورة كانت الصورة الخامسة لستانفورد بنيت، ودي بيتاخد عليها كورسات وتدريبات كتير عشان تقدر تطبقه. غير ان هي ليها شنطة ادوات لتطبيق المقياس، واعتقد ان الشنطة دي غالية جدا. تمام، اسمه ايشان. انا الفيلم عندي والله، بس انا اللي مش متذكرة الفيلم. حضرتك واضح انك انت متابع. حضرتك شغال في صعوبات تعلم؟ انا حبيت الفيلم ده جدا، وانا سمعته بعد ما خلصت مناقشتي، وحسيت انه هو فعلا الفيلم عندي. ربنا يبارك لك فيه ان شاء الله. بس يا ريت تكون اتعلمت من الفيلم، لانه فعلا الفيلم فيه هدف حلو. وانا سمعت الفيلم بصراحة لسه سامعه قريب بعد ما خلصت مناقشتي، فلقيته قريب جدا من رسالتي، واستخدم نفس الحاجات اللي انا استخدمتها تقريبا. بصراحة فيلم جميل، يا ريت كل الناس تسمعه، لانه الكل اللي بيشتغلوا في صعوبات التعلم بصراحة يسمعوها يستفيدوا منه كتير. حد عنده سؤال تاني هيسأله لي، أو في أسئلة فاتتني؟ براجع الأسئلة بس. طبعا مقاييس صعوبات التعلم كتير، في بتتباع في أي مكان، في أي دور نشر، وفي ناس كتير عملت مقاييس لصعوبات التعلم. وفي حاجة اسمها مقياس المسح، اختبار المسح النيرولوجي، ده عربه أو ترجمه عبد الوهاب كامل، وده عندي ممكن أرفعه. مش عارفة أنا لو رفعته هنا هتقدروا تحملوه ولا لأ. هو موجود عندي، ممكن أنزله على الموقع لو ينفع. مش عارفة أستاذة مريم معانا. مقياس اختبار مسح نيرولوجي، ثواني أجيبه. أيوة أستاذة مريم، هو أنا لو رفعت ملف وورد ممكن. ماشي، نرفعه الجروب، مفيش مشكلة. حضرتك بعتيلي لينك الجروب، لأنه مش عارفة ايه أو مش عندي اللينك، ف هبعتها طوالي. مش اوكي. وانا لو لقيت عندي مقاييس اخرى لصعوبات التعلم هرفعها ان شاء الله. حد ممكن مقياس صعوبات التعلم هي نفس مقاييس الذكاء للتوحد وجميع الاحتياجات؟ لا، مقياس الذكاء هو ذكاء عام، ما فيش حاجة اسمها مقياس ذكاء للتوحد أو لصعوبات تعلم أو لتخلف عقلي. مقياس الذكاء بيحدد نسبة الذكاء، وهو اللي بيحدد هل هذه الفئة تندرج تحت فئة صعوبات التعلم ولا فئة التخلف العقلي وغيرها من الفئات. مفيش حاجة اسمها مقياس ذكاء لصعوبات تعلم، ولا مقياس ذكاء لتوحد، ولا مقياس ذكاء لتخلف عقلي. لكن المقياس اللي ممكن نحدد بيه الفئة نفسها، سواء صعوبات قراءة أو صعوبات حساب، فيه. ماشي أستاذة مريم، هرفع. هرفع بعد المحاضرة إن شاء الله، عشان لو حد عنده أي أسئلة تانية هرفع الرابط عليه.
مقياس الذكاء واحد بجميع الحالات ولكن يختلف بطرق مختلفة. مقياس الذكاء زي ما قلت في أكتر من مقياس ذكاء، مش ذكاء واحد. مقياس الذكاء ده بيكون عبارة عن، يعني أنا ما شفتش مقياس ستانفورد بيجي، بس هو له شنطة وله أدوات وأعتقد له صور وحاجات، يعني هو مقياس شامل. المقياس اللي كان عندي كنت مستخدماه في رسالتي كان مقياس قدرات عقلية، هو عندي ورق الحقيقة، كان مقياس قدرات عقلية وكان عبارة عن أسئلة وأشكال رياضية وأسئلة في مادة القراءة وأسئلة في الحساب، أسئلة رياضية يعني، أسئلة عربي وحساب، وكان له فئة، يعني كل فئة لها مستوى ذكاء معين أو لها أسئلة معينة في الذكاء. كان في مقاييس تانية للدكتور صاحب المقياس دي، كان في فئة المراهقين وفئة الأطفال اللي في أول سنة في المدرسة اللي هو من 6 سنين ل 9 سنين. أيوة بالظبط، مقياس الذكاء هو اللي بيحدد نسبة الذكاء يا جماعة، مقياس الذكاء اللي بيحدد نسبة الذكاء وبيحدد يصنف الشخص ده إذا كان عنده إعاقة ولا صعوبة ولا نسبة الذكاء دي بتدل على إيه؟ يعني عشان أنا ما أحكمش على الطفل ده إن هو متخلف عقليا، هو نسبة ذكائه كويسة، ممكن يكون طالب عادي وممكن يكون طالب متفوق أو موهوب، ما أحكمش أنا على الطفل إن هو كده عشوائي. نسبة الذكاء اللي بتحدد لي إزاي أتعامل مع الطفل، إزاي أدخله بقى مدرسة فكرية، ولا أدخله في فصول عادية وأقدم له طرق تدريس مختلفة وأساليب مختلفة، ولا أقدم وعي للأهل، ولا أقدم وعي للمدرسين، ولا الطفل محتاج علاج معين عضوي، عنده مشاكل عضوية ممكن نقدر نعالجها، أقدم له ولاية. أنا معاك كل يوم، واللي عنده أي سؤال تاني ممكن يسأله، وتقريبا هنكون معاهم بكرة أستاذة مريم ولا إيه؟ أو مشاكل في العلاقات الاجتماعية. مشاكل في العلاقات الاجتماعية إزاي؟ عنده انطواء ولا إيه؟ والله إيه؟ ولا عنده إيه نوع المشكلة طيب؟ عنده كام سنة؟ عنده كام سنة؟ 15 سنة، ما شاء الله كبير، مندفع. بيحب الناس جدا، ليه بقى مش بيقدر؟ المستوى الاجتماعي ليه أقل من زمايله أو العكس؟ لا. طيب في مشاكل في الأسرة نفسها؟ في مشاكل في الأسرة؟ وترتيبه كام في اخواته؟ هل هو ولد والباقي بنات او العكس؟ ترتيبه كام في اخواته؟ نسبة الذكاء 83، بس الأول حضرتك اهتميتي بيه اكتر من اخواته؟ ما اهتمتيش بيه اكتر من اخواته؟ ممكن ما تكونيش واخده بالك من الحته دي لانهم طبعا ولادك، وهتقولي ان انا انت ما بتفرقيش بين ده وده، بس ممكن يكون اهتمامك بيه بالطفل اللي بعده هو اللي اثر عليه. يعني انا قابلتني المشكله دي كتير، وناس يقولوا لي ان الطفل الكبير
عنده مشكلة، عنده مشاكل اجتماعية كتير ومش عارفة ايه، ومندفع ومتسرع ومش بيحب الناس بسرعة، بعكس أخوه التاني رغم إن هو أصغر مني منه لكن عقله كبير أوي عنه، وبيفهم وبيسمع الكلام وكلنا بنحبه في العيلة وفي المدرسة وكل الناس بتحبه، فده بينتج عنه. الطفل الكبير لو في مشاكل في الأسرة بيكون متأثر بيها جدا، ده بيأثر على مستوى، أيوة بيأثر على مستوى تحصيله. غير كده اهتمام الأسرة بالطفل اللي بعده بيكون أكتر، من غير ما الأسرة تقصد. على فكرة الطفل نفسه بيكون بيغير، الطفل الكبير ممكن يكون بيغير أكتر من الطفل اللي بعده من معاملة اللي بعده ليه، لأن في طفل جديد جه في الأسرة فالأسرة اهتمت بيه وكل الناس بقت بتحبه وتجنبت الكبير ده شوية، فبدأ يحصل له حالة انفعالية، عصبية، اندفاع، نفسه برضه يصاحب الناس بس مش قادر. تسرعه واندفاعه في إن هو يصاحب الناس هو اللي أدى لوصوله للدرجة دي، عايز كمية حب من الناس فمش قادر. إذا كان هو مش قادر يكسب حب اللي في البيت، هيعرف يكسب حب اللي بره؟ هنا لازم تحصل موازنة في البيت، إن البيت يديله شوية اهتمام، يديله شوية أهمية. لأ نسبة الذكاء ليها دخل، بس لو هو تحصيله الدراسي عامل إيه؟ وإيه مقياس الذكاء اللي طلع لك نسبة الذكاء 80 83 والدكتور قال لك وقتها إيه؟ لأن ممكن يكون في مقياس ذكاء بيطلع نسبة الذكاء عادية 83، أنا مش عارفة المقياس اللي حضرتك اختبرتي عليه إيه؟ أصل كل مقياس له مفاتيح للإجابة عليه وله مفاتيح إنك أنت تعرفي يعني. مقياس الذكاء ده من 80 ل 90 ده ذكاء عادي، مثلا من 90 ل 100 ذكاء كويس يعني فوق عادي، وممكن يكون من 80 ل 90 ذكاء عالي في أحد المقاييس.